بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سعيد حمود العلوي. الأخ محمد بغداد تحدثنا عن هذا السوق التراثي. طبعا السوق ينقل اسمه سوق القناة. سوق القناة. سوق القناة. جميل. طبعا هو من أكبر الأسواق في منطقة الظاهرة. إن شاء الله. من أكبر الأسواق في منطقة الظاهرة. نعم. زين. سابقا. يعني فيه يعني موجودين تجار كبار. نعم. أسواق سوق عبري وسوق البريمي وسوق باين كانوا يتمولوا من نفس السوق ينقل. هذا سابقا قبل السبعينات والستينات. نعم. وهذا الشيء. جميل. زين. لأنه كان عندهم تجار كبار معروفين داخل سوق ينقل. من قماش، من سلع مواد غذائية، مشتقات أكامل، من قهوة، من دهون، أي حاجة. حتى في كان حرفيين يصلحوا الفضة ويصلحوا النيل وستمة هذا. المشتقات من الحرفيين موجودين كانوا هني صناعهم. ما شاء الله. اي نعم. لماذا امتثل عم اهتموا بالاهالي؟ ما امتثل زين. اولا من حكم صاحب الجلاله الله يرحمه يعني تغيرت الامور. نعم. الناس ذهبوا الى الصوادر. نعم. الى منطقه الصوادر والشياب الذي قايمين فيه الله يرحمه. نعم. الله يرحمه. والشباب ما اهتموا داخل بنيان دقاقينه. جميل. بقوا يطلعوا طلع. ما الذي يحتاجه السوق الان؟ ما الذي يحتاج اليه؟ هو الحين طبعا يحتاج له ترميم ويحتاج له صيانه ويرجعوا فيه. طبعا الحين بس باقيين الخياطين موجودين داخل هذا. نعم جزاك الله خير. سعدت بالحديث اليك. بارك الله فيك.